تحتفل دولتنا الحبيبة بيوم زايد للعمل الإنساني، والذي يصادف 19 من رمضان من كل عام، الموافق لذكرى رحيل مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه. وتشهد الاحتفالات هذا العام إطلاق العديد من المبادرات الإنسانية عبر آلاف الفعاليات الحكومية والمجتمعية، فلا تزال بصمات المغفور له تشهد على قيم العطاء التي نشرها في أنحاء العالم، فقد تمكن من ترسيخ مكانة الدولة على صعيد العمل الإنساني، حيث بلغ حجم المساعدات الإماراتية بتوجيهات المغفور له أكثر من 98 مليار درهم حتى أواخر عام 2000 إلى معظم دول العالم. فحياة زايد مسيرة عطاء لن ينساها التاريخ.